الأعزاء الأصدقاء، تحياتي وتقديري معكم حميد عقبي من باريس. أذهب بكم اليوم ولقاءنا تقريبا يوميا بحسب الظروف، أحيانا يكون الساعة الرابعة، أحيانا يكون الخامسة. أود أن أذهب بكم مرة أخرى إلى ديوان بصمات على حائط المنفى، بصمات على حائط المنفى، أحد دواوين الشاعر العربي بدر السويطي. طبعا الكل يعرف بدر السويطي، هو ناشر، وربما الاشتغال على النشر ودار النشر الدراويش أشغل كثيرا صديقنا بدر السويطي، وربما البعض ينظر إليه كناشر وهو من الأشخاص الذين يعني يتفانون كثيرا في خدمة الغير. بدر السويطي كاتب وشاعر ومترجم عربي مقيم في ألمانيا. يعني إصداراته الشعرية الفتى الذي لا وطن له 2008، خطبة الجوع من على منصة الحاوية 2011، بصمات على حائط المنفى وهو هذا الديوان الموجود معنا، الطبعة الأولى 2012، وكذلك طبعة أخرى صدرت حديثا، شجرة كستناء تراك الصريح الخريف 2021، جسد يهرول في كل الجهات أيضا 2021، وله مجموعة من الإصدارات السردية المهمة. هذه سأذهب بكم إلى قصيدة عجبتني صراحة وهي في نهاية هذا الديوان. هذا الديوان صادر عن دار الدراويش وهو الطبعة الثانية، بصمات على حائط المنفى، بدر السويطي، أستاذ بدر السويطي في هذا الديوان الأنيق. أنا عجبتني كثيرا، كنت قد توقفت معكم في حلقة سابقة حول قصيدة بصمات على حائط المنفى، وحاولنا أن نقرأ أو نتأمل بعض ملامح هذه القصيدة وشعرية بدر السويطي. ربما توقفت معها 3 أو 4 مرات، وهذه المرة الخامسة ولن تكون الأخيرة، لن تكون الأخيرة. هذا يدفعني أيضا إلى جعل هذه التأملات من مجرد حديث أو غال أو شفوي أو خطاب إلى كتابة ولو بحث دراسة يعني تأملية حول إبداع هذا الشاعر الأنيق. سأقرأ لكم القصيدة الأخيرة من هذا الديوان، نشيد العزلة، أعجبتني وهي فيها كثير من التعابير، كثير من المشهديات، كثير من التصويرات. بدر السويطي في شعريته يذهب ما بين الداخل والخارج، يعني ما بين التصوير اللي هو التصوير ما يعيشه، ما يراه، ما يعني يصور لنا لحظة مشية، لحظة وقوفة، لحظة جلوسة، لحظة تأمل، لحظة انبثاق الضوء، لحظة إزدال الليل ستارته والظلمة. سأقرأ لكم هذه وأنا الآن في هذا المنظر الجميل، سأقرأ لكم نشيد العزلة بدر السويطي. في تلك العربات التي لا تفضي إلى محطة، تكون وجهتك عشوائية مثلك، إذ يغادر الجميع مقاعدهم وتبقى وحيدا لا تغادر مقعدك، صامتة الأمكنة التي مررت بها وجلا، صخب هذيانك الليلي، سؤالك المزمن عن العناوين الوهمية، أنين وجعك غير المنقطع، وأنت تنفخ في صور المدينة كل يوم مثل نبي صغير، كل يوم مثل نبي صغير، سكون الشوارع وعربدة خطواتك دليل سياحي للعابرين.
أنت يا عابر الهوامش، أنت يا عابرا في الهوامش، أنت يا نصف قتيل سحقتك خيول التعب وتركت حوافرها أختاما، سحقتك خيول التعب وتركت حوافرها أختاما حمراء على جبهتك، وأنت كما أنت تستطيب عري النهار وترى قبح العالم في عتمتك، محمل بالأسئلة والهواجس، وقد نفذت في نفق الروح أسئلتك وهواجسك، حوافر الأيام داست عليك وأنياب الضيم تنهش في جثتك، غربان تحط وتطير، ما زالت منتصبة في العراء فزاعتك، مرعب هو نعيق الحزن على غصن الانتظار، يكاد أن يكون نشيدا رسميا لعزلتك. 2006 هذه القصيدة. ولو عدنا في هذه التأمل، وفي تأمل بسيط والتأمل سريع والتأمل تحليق الشعر يعني، وكنا قد توقفنا مع قصيدة بصمات على حائط المنفى، الشعر يحس بذاته ويحس وينقل لنا تجربة إنسانية حقيقة، مر بهذه التجربة الملايين، وخاصة من بعد أحداث الربيع العربي وحتى ما قبلها. دائما ما كانت الهجرة وترك الأوطان دافعا لخلق شعرية خاصة حقيقة، وشعرية إنسانية، تجربة فيها من الحزن، فيها من الألم، فيها من الشوق إلى الأرض، فيها من البحث عن الهوية، عن هوية، البحث عن حبيبة. هنا يصور لنا الشاعر تلك العربات، من عربة إلى عربة، من قطار إلى قطار، من محطة إلى محطة، وهو في قصيدة من قصائده يعني يتكلم أنه داس أو يعني قضى سنوات وهو يدوس بحذائه بين الحدود الملتهبة الثلجية. فهون يصور لنا مناخا آخر وينقلنا إلى مناخ آخر، هذه المحطات، هذه القطارات، هذه العربات، إلى أين سيقودني؟ والسؤال دائما بالنسبة للشخص الذي يكون في المهجر، الإنسان الذي يترك وطنه، الإنسان الذي يترك وطنه، وهذا الترك يعني نحن لا نترك أوطاننا برغبة في الثراء ولا رغبة في الشهرة ولا رغبة في البعد، بقدر ما أحيانا يعني تكون الظروف أقوى منا وتدفعك إلى أن تترك وطنك، إلى أن تترك أرضك، إلى إلى إلى. فمن محطة إلى محطة، وهذه المحطات، أين وجهتك أيها الشاعر؟ أين وجهتك أيها الإنسان؟ أين المكان الذي ستحبه؟ أين المكان الذي سيكون؟ يعني هل يعني كثير من الأسئلة ربما، ونحن نشاهد أو ونحن نحس ونقرأ صور ومشاهد بدر السويطي، فهو يدعونا أيضا أن نرى، وهذه هي القوة الشعرية والقوة التخيلية في تجربة أي شاعر، أنه يدعوك أن ترى، أنه يدعوك أن تعيش معه، أن تنتقل معه، أن ترى هذه المحطات، أن ترى هذه العربات، أن ترى هذا الوجه الذي لا يدري إلى أين سيذهب. ملامح الوجه هنا وكأنها ملامح يعني مرتبكة، وفعلا الغربة تسبب لنا الكثير من الارتباك، تسبب لنا الكثير من القلق. لا أحد يترك وطنه ويكون سعيدا، يعني مستحيل، يعني إلا الناس أولئك الذين باعوا أوطانهم أو الذين مثلا سرقوا أوطانهم وذهبوا بالمال والمليارات إلى دول أوروبا، نجدهم يصرفونها في كل شيء. الجميع يغادر مقاعده، الجميع يترك المكان، الجميع يخرج من بوابة القطارات، الجميع يخرج من المحطات، الجميع لديهم وجهات، يعني وكأن الشاعر يرى ويتأمل
الموجودين الذين كانوا معه، كل شخص لديه خارطة، كل شخص لديه بوصلة، كل شخص لديه هدف، كل شخص لديه أمل، كل شخص لديه حبيبة. في عندما يخرج من القطار ستعانقه هذه الحبيبة أو طفلة سيقبلها أو أم أو أب. ولكنني أنا كمغترب، ولكنني أنا كمنفي، يعني أخرج من هذه المحطات فلا أجد شيئا، لا أجد إلا يعني الصمت، لا أجد إلا الحيرة، لا أجد إلا الساعات التي تدور، لا أجد شيئا، لا أجد من ينتظرني. وكأنه هنا يقول أو يصور أو يدفعنا إلى مزيد من التخيل. الشعرية الحقيقية في القصيدة الشعرية، سواء تكون نثرا سواء تكون وزنا سواء بغض النظر عن نوعها، هي التي تحاول أو تدعمك في تخيلك. طالما إن هناك شعرية تدعمك في التخيل، أن تتخيل ويكون لديها ضفاف أخرى، لديها ضفاف أكثر، تقودك إلى شواطئ، تقودك إلى مناحي، تقودك إلى أرصفة، فهذه حقيقة تكون شعرية حقيقية وتبقى وحيدا لا تغادر مقعدك. يعني تقريبا نحن نمر، والذين مروا بهذه التجربة، يعني عندما يتوقف القطار، عندما يكون كذا وأنت المحطة الأخيرة، وأنت يعني كلحظة من اللحظات قبل أن تندفع لتخرج لتدخل في مدينة لا تعرفها، أو لتدخل في مدينة حتى أنت تعرفها وتقيم بها، فدائما ما تتوقف أحيانا اللحظة تشعر بنوع من الجمود، نوع من البلوكاج، أو تكثر الأسئلة في رأسك في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة عندما يصل القطار أو قبل أن يصل، فتترك هذه اللحظة. هذه اللحظة هي لحظة الأسئلة الحرجة، هذه اللحظة هي لحظة أسئلة تضاف كثيرا أو يصيغها ماذا؟ يصيغها المكان، يصيغها الزمان، يصيغها المشاهدات التي يصيغها أيضا الصمت. هذه الأماكن وأنت تمر بها فهي أماكن صامتة، أو كأنها هذه الأماكن صامتة عندما تراك أو عندما تكون فيها، أو صامتة بمعنى أنك قد تكون أحيانا هذه الأماكن أنت تجهل لغتها أو تجهل صخبها، أو هي يعني صخب لا داعي له، أو صخب ليس ذلك الصخب أنت الذي تحبه أو أنت الذي عشته، أو الصخب الموجود مثلا في محطات في أوطاننا عندما تصل إلى محطة، إلى وصول مكان الباص أو التاكسي، تشعر وأنت دائما عندما أدخل مدينة صنعاء أكون مندفعا كثيرا لمعانقة للذهاب إلى باب اليمن، لي 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 لي. فلأن يعني نشعر بحنين لهذا المكان أو لهذه الأمكنة، لكن هذه الأمكنة لا تزال، أو لا تزال العلاقة بيننا، يعني وخاصة إذا كنت تدخل مدينة أنت مهجر إليها أو أنت ستصل إليها ولأول مرة، تجهل يعني شوارعها، تجهل سماعها، تجهل درجة الحرارة فيها، تجهل ماذا سيحدث لك، ماذا سيحدث لك. سؤالك المزمن عن العناوين الوهمية، هناك أسئلة مزمنة، هناك أسئلة تتكرر، هنالك أسئلة كثيرة جدا مربكة ومرتبكة أيضا، تجعلك أنت خاصة عندما تكون في المهجر، خاصة عندما تخوض هذه التجربة، تجربة المنفى. الذين لم يخوضوا هذه التجربة قد لا يشعرون بقسوة هذه أو بصدق هذه الصور التي يرسمها بدر السويطي. الذين ينعمون طبعا بالوطن والمحبة والأرض والسلامة وكذا، هنيئا لهم حقيقة، ولكن الذين مروا بهذه التجربة، تجربة الهجرة وتجربة الوطن وتجربة ترك الوطن أقصد، وتجربة الذهاب إلى هذه العناوين المجهولة، فهون سنجده وكأنه يقول هنا: أنين وجعك غير المنقطع. هنالك وجع داخلي، هنالك وجع روحي، هنالك اهتزازات داخلية يعبر عنها الشاعر. وهنا عجبتني أيضا الصورة: كل يوم مثل نبي صغير، كل يوم معاناة الإنسان المهاجر أو التارك لوطنه أو المجبر على ترك وطنه أو المبعد عن وطنه، أو الذي يعني كما قلت خاصة في تجربات بدر السويطي، هو يحب تلك الأرض، لكن تلك الأرض أو هنالك نظام في تلك الأرض التي يحبها والتي نشأ فيها لم يعترف به كمواطن، لم يعترف به كإنسان، لم يعترف به كروح.
لم يعترف به، لم يعترف بحقوقه المدنية. سكون الشوارع وعربدة خطواتك. مهما تكون الشوارع، هذه الشوارع الجديدة، هذه الأمكنة ساكنة، لكن هنالك ضجيج داخلي، هنالك ضجيج داخلي يعبر عنه الشاعر هنا بعربدة خطواتك، وكأنه يقول هنا يعني نوع من الاستكشاف، حركة ديناميكية، جولات وجولات في هذا المكان أو في هذه المدينة، بحيث أنه كأنه هنا يترك هذه التجربة ويسميها دليل السياحي للعابرين، دليل السياحي الذين سيأتون بعد، ليت الذين يأتون بعدنا أيضا يشاهدوا أو يسمعوا أو يقرأوا أو يتأملوا تجربتنا في المنفى، ليتأملوا قليلا ضجة الروح وضجيج الضجيج الداخلي. هو هنا في عربدة ليست عربدة مجرد عربدة الخطوات، مجرد إنسان، يعني ليس هنا لسنا معنا العربدة هنا أنه تأثير الكحول أو تأثير المخدر أو تأثير بقدر ما هو المخدر أو الضجيج، هذا ناتج عن هذه الثورة الداخلية الموجودة في عمق الشاعر. يا عابرا في الهوامش أنت يا نصف قتيل، أنت يا نصف قتيل، يعني صورة مدهشة جدا. عندما تنزعوني من أرضي، كأنه يقول عندما تنزعوني من مكاني، عندما تنزعون شجرة أصيلة من موطنها، عندما تنزعون كائنا حيا وروحا من موطنه، فأنتم تجعلون منه نصف قتيل، تجعلون منه نصف قتيل، ولم يقل نصف ميت، لأن الموت قد يكون هنا الموت بسبب مرضي أو بسبب العمر أو بسبب أو بسبب، ولكن القتل هون، هنالك من يقتلنا، هنالك حتى من يلاحقنا ونحن في المنفى، هنالك من يلاحقنا، سواء يلاحقنا بالأدوات، الأدوات القديمة، أدوات المخابرات وأدوات وأدوات، أو حتى أدوات التهميش وأدوات عدم الاعتراف، أدوات يا نصف قتيل، سحقتك خيول التعب وتركت حوافرها أختاما حمراء على جبهتك. هون في ختم، هون في أصالة، يعني هذا التعب أو هذا هو ممزوج، يعني في تأثيرات داخلية تركت هذه الغربة، تركت هذه العزلة، تركه هذا المنفى، يعني في دواخلنا، في قلوبنا، في أرواحنا، وأيضا على وجوهنا نشعر بالتعب. إحنا نشعر بالتعب عندما تستيقظ أنت في النهار، عندما تستيقظ في الصباح، عندما تمشي، عندما تذهب، عندما تريد أن تتأمل، أن ترى بيتك، أن ترى عائلتك، أن ترى وطنك، أن تشم الهواء، هواء وطنك، ولكن للأسف الشديد هي بعيدة عنك. وأنت كما أنت، يعني تمضي السنوات وتمضي السنوات، في هنالك ناس لا يتغيرون، يعني بمعنى لا يتغير حب الوطن، لا تتغير دهشته، لا تتغير يعني شوقه وحنينه إلى ذلك الوطن البعيد. هذا تستطيب عري النهار وترى قبح العالم في عتمتك. ربما أحيانا هذه التجارب القاسية، التجارب العظيمة، التجارب المؤلمة أيضا تكشف لنا أيضا قبح هذا العالم. هذا العالم ليس عالما عادلا، هذا العالم ليس عالم عادل. من يقول أننا نحن نعيش في عصر أو عالم عادل، سواء في أوطاننا أو حتى في المنفى؟ يعني من يقول أن هذا الكون اليوم أو هذا العالم هو عالم عادل؟ لو كان عالما عادلا لما كانت فيه هذه الحروب، لما كانوا هؤلاء الأطفال يحرقون في خيام صغيرة بسيطة مبتلة، يحرقون جوعا، يعني كما نراهم في غزة ونراهم في اليمن ونراهم في العديد من الدول التي يعني عصفت بها الحرب. هذا العالم ليس عالما عادلا، ليس عالما، يعني هذا العالم قبيح، وهذا العالم حقيقة يتوحش أكثر وأكثر. وهذه هي قوة الصورة الشعرية، أنها تزج بك ليس إلى فكرة معينة، بقدر ما هي تزج بك إلى نفق، بقدر ما هي تضعك على منصة كبيرة أن تشاهد، أن ترى. وهذا ما يجب أن نراه، أو هذا ما يجب ربما أن نستخدمه عندما نتأمل صورة شعرية، أو عندما ندخل في حوار، أو عندما ندخل في روح هذه الشعرية، سواء الأستاذ بدر السويطي أو للكثير أو لبعض التجارب، وخاصة من شعراء الذين هم في المنفى. محمل بالأسئلة والهواجس، وقد نفدت في نفق الروح أسئلتك وهواجسك، حوافر الأيام داست عليك. يعني لا يزال الظلم يا جماعة محيط بنا، ولا يزال الظلم هو عنوان
هذا العصر ظلم. حتى هون يعني في أوروبا الآن يعني الذين يعيشون في أوروبا يرون نوع من الظلم حتى على المواطن الأوروبي. أنت في فرنسا أو أنت في بريطانيا أو في ألمانيا تجد أن هنالك يعني العالم يتغير، ليس ذلك العالم الذي حتى يعطي لمواطنيه أو يعطي مثلا لأهله وناسه حقوقهم. يعني أنت مثلا هون سنجد أن السياسات والهذه تذهب تشجيع ودعم الحروب، مقدرات الشعوب ومقدرات الثروات تذهب إلى غيرها. هذه السياسات وهذه السياسات السياسات سواء الأوروبية الأمريكية الدول الإمبريالية التي نسميها أو الدول حتى الغير الإمبريالية، كل يسعى إلى مصلحته، كل يسعى من أجل خاصة هذول. يعني عبارة أنه نحن الآن تزوير في تزوير حقيقة. هذه انتخاباتهم وانتخاباتهم وانتخاباتهم واستفتاءاتهم واستفتاءاتهم، ذهبوا بنا أو جرونا إلى مقصلة حقيقة. لا توجد شفافية، يعني الكثير الآن من الأنظمة والحكومات يعني لم يعد لديهم نظام، وهو النظام الحاكم، والذي هناك قوة ناعمة، هنالك قوة خفية تدير كل بلد حقيقة. يعني دائما يستحدثون أشياء، وهذا هنا الشعر يعني يجبرنا ويصور لنا غربان تحط وتطير، غربان تحط وتطير في كل مكان. وهنا الغربان أيضا دلالة استعارية على الموت، على الجيف، على الحروب، على الدمار. الغربان دائما تأتي إلى الأماكن التي فيها جيف متعفنة أو فيها دمار أو فيها كذا. يعني نادر ما تجي إن تجد غربان يأتي إلى حديقة مزهرة فيها يعني المحبة، فيها الروائح، فيها كذا. الغربان دائما تذهب إلى هذا المكان. مرعب هو نعيق الحزن على غصن الانتظار. يعني نحن نعيش في رعب حاليا، سواء كنا مهاجرين، كنا مقيمين، كنا لا نملك ما نزال يعني بطاقة الإقامة، ما نزال لا نعرف مصيرنا. فهون دائما في كثير من الانتظارات في المهجر. وحتى للأسف أيضا في أوطاننا الآن أصبحنا نعيش نفس، يعني لا نعني بذلك أن أوطاننا تعيش هي تعيش في جنة الخلد. يعني كان من المفروض أن أوطاننا تعيش في سعادة وتعيش في جنة واستقرار، ولكن أيضا هذه الأنظمة وأنظمة خارجية وأنظمة داخلية كلها تدفع بنا إلى المهلكة، تدفع بنا إلى أنها يعني تدعو هذه الغربان أن تحط وأن تطير وأن تحط وتطير وتحط وتطير، وكأن هذه الغربان تأكل وتنهش من لحمنا ثم تطير، وتأتي بعد ذلك غربان أخرى، أو أنها هي نفس هذه الغربان تأكل ومنا ومن جثثنا ومن أجسادنا ومن ثرواتنا ثم تطير فتجوع وتعود لتأكل. يعني هون في صورة، يعني صورة متحركة أو صورة لا يوجد لها إطار، وهذه هي الروعة. عندما أنت لا تحدد إطارا أو لا تحدد نهاية في الحدث، أو أنت ترسم هذه الصورة اللي هي تدفع التخيل أكثر، يكاد أن يكون نشيدا رسميا لعزلتك. يعني هذا الحزن أو هذا يعني يكاد أن يكون نشيد لهذه العزلة، لهذا الانتظار، الانتظارات الطويلة. فكنت معكم في هذه الإطلالة، يعني إطلالة بديعة جدا في القصيدة الأخيرة من هذا الديوان. هذا الديوان صادر عن دار الدراويش، تستطيعون أن تطلبونه من دار الدراويش أو التواصل مع الأستاذ بدر السويطي. كنت معكم في هذه الإطلالة، وسنكون معكم أيضا إن شاء الله في إطلالات أخرى مع الشاعر بدر السويطي، الذي يمتلك أعتقد أنه شعرية صادقة وشعرية نابضة بالحس والروح الإنسانية. هذا يعني ما يجعل القارئ أو ما يجعل السامع أو ما يجعل المتأمل لهذه التدفقات، فهي تدفقات من الداخل. بمعنى لسنا نحن مع رسم، لسنا نحن مع زخرفة، لسنا نحن مع يعني بمعنى يحاول الشاعر أن يزج بنا في تجربته، أن يزج نفس معنا لنسمع أنفاسه، تنهيداته، غضبه، صمته. فهذه التراوحات الجميلة بين الداخل والخارج جعلت للقصيدة أو قصيدة بدر السويطي لها نوع من
لديها مفاتيح كثيرة، أبواب كثيرة، أدهاليز كثيرة للتخيل. تحياتي ومحبتي، كنت معكم في هذا التأمل مع إحدى قصائد الشاعر الصديق بدر السويطي. كونوا معي في تأملات في مواقع أخرى إن شاء الله، ومع شعراء آخرين. تحياتي محبتي، حميد عقبي، باريس. تشاو تشاو.